السلام عليكم، إياكم محمد مرغوب. تخيلت أن بمجرد دخولك الغرفة تشتغل الإضاءة تلقائيا، تقدر تتحكم بالإضاءة وشدتها، متى تشتغل متى يبند، كذلك تقدر تتحكم بالمكيف لما ترتفع درجة حرارة الغرفة على سبيل المثال عن درجة معينة راح يشتغل المكيف، وأنت راجع من الشغل في غرفة حارة تقدر تشغل المكيف. كل هذا عن بعد باستخدام ما يسمى بإنترنت الأشياء، واللي هو ببساطة ربط الأشياء أو الأجهزة الذكية ببعضها البعض أو عن طريق الإنترنت، حق ترسل بيانات معينة للقيام بوظائف محددة أو تحسين أدوات.